السادة المشاهدون الكرام، أبنائي الطلبة، يطيب لي أن أرحب بكم من المنصة التربوية السورية ضمن الندوات التربوية التعليمية التي تقدمها وزارة التربية لأبنائنا الطلبة في طور استعداد الامتحان. ندوتنا هذه مخصصة لمادة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية نظام قديم. على أبنائنا الطلبة أن يدلوا باستفساراتهم وأسئلتهم حول أي شيء يتعلق في النظام القديم. بداية أرحب ضيفي الندوة، الزميل العزيز الأستاذ ماهر صالح، مدرس مادة الفلسفة في مديرية التربية دمشق، والدكتورة المتألقة الدكتورة سوزان إدريس، مدرسة مادة الفلسفة في مديرية التربية ريف دمشق. أيها الزميلان، أهلا وسهلا ومرحبا بكما في هذه الندوة التربوية التعليمية الفلسفية. نبدأ الآن مع الزميل الأستاذ ماهر في وحدة المنطق. طبعا كتابنا كما تعلمون مؤلف من 8 وحدات: الإنسان، المعرفة، العلم، المنطق، الفلسفة العربية الإسلامية، القيم والعلم والحرية، وأخيرا الحضارة. إذن الوحدة الأولى الإنسان، الوحدة الثانية المعرفة، المنطق، الرابعة الفلسفة العربية، والخامسة وحدة القيم، وخامسا السادسة وحدة العلم، والسابعة الحرية، وأخيرا الحضارة. نحن الآن سنخصص الحديث حسب الوقت المتاح لمجموعة من الوحدات نبدأها بالحدود المنطقية. نبدأ الآن مع الزميل الأستاذ ماهر لتعريفنا بالحدود المنطقية والقضايا المنطقية وما يترتب على هذه الوحدة الهامة في كتابنا المنطق. أسعد الله أوقاتكم أبنائي الطلاب، وأهلا بكم في المنصة التربوية السورية. سوف نبدأ بالدرس الأول في القضايا في قضايا فلسفية واجتماعية، اللي هو بحث المنطق، اللي هو الحدود المنطقية. ابني أستاذ العربي بيقول لك كلمة وبيقول لك جملة، بينما نحن عنا بالمنطق ما في كلمة وجملة، في عندي شغلة اسمها حد منطقي وفي عندي شغلة اسمها قضية منطقية. فما هو الحد المنطقي؟ ابني الطالب، الحد المنطقي هو لفظ أو تعبير يدل على معنى من المعاني. هذا اللفظ أو التعبير يمكن أن يأتي اسم، يمكن أن يأتي صفة، يمكن أن يأتي شيء، يمكن أن يأتي معنى عام. اسم إياد، صفة جميل أو شجاع، شيء مقعد، معنى عام عدالة أو مساواة. هذا الحد المنطقي يا ابني ممكن يجي مؤلف من لفظ واحد، يعني من كلمة واحدة، أو من أكثر من لفظ. وقت نقول نحن دمشق هي لفظ واحد، بينما أنا فيني أعبر عنها بطريقة تانية، عاصمة الجمهورية العربية السورية، وهي كلها بتدل على مين؟ على دمشق. معناتها الحد المنطقي ممكن يجي لفظ واحد وممكن أكثر من لفظ. هلأ أي حد منطقي موجود عنا بدأ له خاصيتين، الخاصية الأولى هي الشمول، والخاصية الأخرى هي التضمن. ما المقصود بالشمول؟ الشمول هو عدد أفراد الحد. أنا إذا عم أحكي على نهر معناتها شموله عدد الأنهار الموجودين بالعالم، أنا عم أحكي على الكرسي شموله عدد الكراسي الموجودين بالعالم. بينما أنا وقت كون عم أحكي على التضمن، قال التضمن هي الخصائص والصفات التي تميز حد عن غيره من الحدود. هلا في عنا نهر وفي عنا بحر وفي عنا بحيرة، شو الفرق بيناتهم؟ إنه النهر له منبع وله مجرى وله مصب. معناتها ما يميز الحد اللي هو النهر عن البحر هو التضمن، بينما عدد الأنهار هو الشمول. معناتها صرنا نميز بين الشمول والتضمن. هلا في علاقة بين الشمول والتضمن، علاقة تناسب عكسي. هلا أنا بدي اشتري قلم، إذا كترت المواصفات كترت الخصائص، يعني صار عندي أنا التضمن كتير، معناتها عدد الأقلام الموجودة بده يكون قليل، بينما أنا كل ما قللت المواصفات صار العدد أكثر. معناتها كلما زاد الشمول نقص التضمن، والعكس صحيح. معناتها صرنا نعرف أنه التضمن هو الخصائص، بينما الشمول هو عدد الأفراد، وبيناتهم علاقة تناسب عكسي. هلأ بدنا ننتقل لشغلة اسمها تصنيف الحدود. ممكن يجيني سؤال بـ40 درجة تكلم عن تصنيف الحدود. هل تصنف الحدود حسب
بعدد أفراده، إما حد كلي وإما حد جزئي. شو المقصود بالحد الكلي؟ المقصود بالحد الكلي هو اللفظ يطلق على عدد كبير من الأفراد يشتركون بصفة واحدة. مثلا نحن وقت قاعد بالصف عندي عدد كبير من الطلاب كلياتهم بيتصفوا بالشطارة، بيتصفوا بالترتيب، بتنظيم الوقت وبالدراسة، معناته هذا اسمه حد كلي. بينما أنا وقت عمالي أحكي على طالب معين بعينه اللي لابس طاقية أو اللي عم يشاغب قاعد بآخر الزاوية، صار عندي حد جزئي. معناته الحد الكلي لفظ يطلق على عدد كبير من الأفراد يشتركون بصفة واحدة عامة. وأحيانا نطلق على المفاهيم العامة المجردة، مثل عدالة، مثل محبة الحيوانات، مثل محبة الخير، مثل محبة الإنسانية. طيب لماذا؟ قال لأنها تطلق على عدد كبير من الأفراد يشتركون بهذه الصفة. معناته ممكن يجيني اختيار من متعدد أو صح وغلط، نطلق على المفاهيم العامة المفاهيم الكلية حد كلي، طبعا صح. بينما الحد الجزئي لفظ يطلق على شيء أو على فرد واحد يتصف بصفة تميزه. وأتقول أنا مدرسة حد كلي، وأتقول مدرسة عبد الرؤوف سعيد معناتها صارت حد جزئي، وأتقول طالب حد كلي، وأتقول الطالب المجتهد صارت حد جزئي. معناتها الحد الجزئي لفظ يطلق على شيء يتصف بصفة معينة تميزه. هلأ اسم العلام حد جزئي، هلأ وأتقول أنا يوسف معناتها حد جزئي. ليش؟ قال لأنه بالرغم من اشتراك عدد كبير بهذا الاسم، ولكن يوسف العظمى واحد له صفات خاصة تميزه. معناته صار عندي اسم العلم حد جزئي. ممكن تجيني فسر لماذا اسم العلم حد جزئي؟ قال لأنه بالرغم من اشتراك عدد كبير بهذا الاسم، ولكن لكل منهم صفة خاصة تميزه. هل أنا فيني حول الحد الكلي إلى حد جزئي؟ شلون بحوله؟ قال إما بعملية التخصيص أو إضافة اسم الإشارة. وتقول مدرسة حد كلي، هذه المدرسة حد جزئي، مدرسة ابن العميد صارت حد جزئي. معناته فينا نحول نحن الحد الكلي إلى حد جزئي إما بالتخصيص أو إضافة اسم الإشارة. وتقولنا نحن تاجر حد كلي، تاجر جشع صارت حد جزئي، معناته أو هذا التاجر صارت حد جزئي. معناته صرنا نعرف نحن شو هو تصنيف الحدود وعلى شو الفرق بين، ممكن يجيني وازن بين الحد الكلي والحد الجزئي، ممكن يجيني سؤال تعليل علل ليش نطلق حد جزئي على المفاهيم، ليش نطلق حد جزئي على اسم العلم، وليش نطلق حد جزئي على المفاهيم الكلية. هلأ بننتقل لفقرة جديدة كمان ممكن تجين بأربعين درجة، اللي هي ترتيب الحدود. هلأ دائما نحن بنرتب الحدود إما بحسب جنسها أو بحسب نوعها. فتت أنا وياكم على سوق الخضرة، كل شيء موجود الجنس تبعه نباتات بس، ولكن الأنواع تبعه تختلف. فتنا أنا وياكم على حديقة الحيوان، كل شيء موجود الجنس تبعه حيوان بس، ولكن الأنواع تبعه تختلف. معناته شو الفرق بيناتهم؟ قال دائما بحسب النوع لفظ كلي، احفظ ابني، لفظ شو؟ كلي، يطلق على عدد كبير من الأفراد. إذا بحسب النوع لفظ كلي واحد ويطلق على مجموعة من الأفراد يتصفون بصفة واحدة عامة. إذا صار عندي ثلاث كلمات بدي ركز عليهم، كلي وأفراد وعامة. بينما بحسب الجنس قال كمان لفظ كلي ولكن يطلق على مجموعة من الأنواع. إذا الفرق بين الجنس وبين النوع أن النوع على أفراد بينما الجنس على أنواع، والاثنين يطلقوا على شو؟ على شيء عام، شيء كلي. معناته صار عندي ثلاث كلمات، كلي وأفراد، وأفراد عامة معناتها نوع، بينما كلي وأنواع عامة معناتها جنس. هلأ وقت نقول نحن نبات معناتها جنس، وتقول شجرة معناتها نوع. هلأ ممكن النوع يتحول، النوع يصير جنس وبصير تحتيه فيه أقل منه بس، ولكن لا يفهم العلاقة بين الجنس وبين النوع إلا من خلال علاقة كل منهما بالآخر. شلون؟ قال دائما الجنس أعم من النوع، ولكن الاثنين حد كلي. معناته صار عندي ممكن انه يتحول
الجنس لنوع بس ولكن دائما الاكبر بده يكون شو الجنس، لان النوع جزء من مين؟ من الجنس. معناتها صرنا نعرف ترتيب الحدود ابني، لا تخربط على هوى الجنس وعلى هوى النوع. هلا بننتقل للقسم الثاني اللي هو تقابل الحدود. شو يعني تقابل الحدود؟ هلا بدك تفرق ابني بين تقابل الحدود وتقابل القضايا. تقابل الحدود عمالنا نحكي على نحن على حد معين، على كلمه معينه، مثل ابيض مثل اسود مثل اب مثل ابن مثل. بينما التقابل القضايا هلا بدنا ناخذها كمان شوي، هي عباره عن حدين وبيناتهم اداه ربط. بينما هلا عم نحكي عن تقابل مين؟ الحدود. الحدين المتقابلين حدان، احدهما مثبت والاخر منفي. يعني في عندي حد واحد وحد مقابله، اذا واحد مثبت الثاني بده يكون منفي، وإلهم ثلاث انواع. قال النوع الاول هو التقابل بالتناقض، بيكون بين حدين كل واحد منهم كتلة مستقلة عن الآخر يستنفذان عالم المقال. يعني وقت تقول أنا أبيض، مقابلة اللي بتقابله عن طريق التناقض هو لا أبيض، لا يوجدان لا في زمان واحد ولا في مكان واحد. إذا واحد منهم صادق حتما الثاني بده يكون كاذب، إذا واحد منهم كاذب الثاني شو بده يكون؟ صادق. معناتها الحدين المتقابلين عن طريق مين؟ عن طريق التناقض بده يكون أول شغلة عندي لا يصدقان ولا يكذبان يستنفذان عالم المقال. إذا واحد صادق الثاني كاذب لا يوجد حد وسط بيناتهم. بينما النوع الثاني من التقابل قال هو التقابل عن طريق التضاد. تقابل عن طريق التضاد ممكن أن يلتقيان بس ولكن المسافة بيناتهم طويلة، يعني يوجد حد وسط. وتقول أبيض مقابله أسود، يعني في عدد كبير من الألوان اللا متناهية بين الأبيض والأسود، فيني انتقل من واحد للثاني ولكن بالمرور بكمية الألوان الغير منتهية، مثل شو؟ مثل أحمر، مثل زهر، مثل فوشيا، مثل. معناتها لا يستنفذان عالم المقال. النوع الثالث من التقابل هو التقابل عن طريق التضايف. قال هذا التقابل عن طريق التضايف لا يوجد أحدهما بدون الآخر. إذا في عندي واحد إجباري في عندي واحد ثاني، يعني ما عندي أب بدون ابن، وكمان ما عندي ابن بدون أب، إجباري الأب له ابن والابن له أب، يعني لا يوجد أحدهما من دون الآخر. إذا معناتها مرينا نحن على تعريف الحد وبعدين خصائص الحد وبعدين أخذنا تصنيف وترتيب وبعدين تقابل الحدود. بدنا ننتقل هلأ للقسم الأعظم شوي اللي هو القضايا المنطقية. قلنا نحن الكلمة باللغة العربية قابل حد، بينما الجملة عندي نوعين من الجمل، عندي جملة خبرية وعندي جملة إنشائية. جملة الإنشائية خليناها لأستاذ اللغة العربية، أخذنا نحن أنا جملة الجملة الخبرية. الجملة الخبرية هي عبارة عن عبارة مفهومة تفيد خبر معين، هذا الخبر يحتمل التصديق أو التكذيب. هلأ ابني شو يعني تصديق وتكذيب؟ يعني الحكم بالإثبات أو بالنفي. وتقول أنا السماء صافية، الطالب مجتهد، الصف نظيف، الطلاب ناجحون، الفاكهة مفيدة، كل هدلون الجمل خبرية تفيد خبر معين، ممكن أن يكون صادق ممكن أن يكون كاذب. بينما تقول لرفيقك صباح الخير أو مساء الخير، هاي مو جملة خبرية لأن جملة إنشائية ما فيها إشارة لصدق أو لكذب. معناتها صرنا نعرف القضية المنطقية عبارة مفهومة تفيد خبر معين، هذا الخبر يحتمل التصديق والتكذيب. التصديق والتكذيب هو الحكم. هلأ ممكن يجيني أنا سؤال تكلم عن أجزاء القضية المنطقية. هلأ وتقول أنا الفاكهة مفيدة، عندي حدين، حد بلشنا فيه القضية وحد انتهى فيه القضية. هلأ اللي بلشنا فيه القضية بقول عنه موضوع القضية. شو بقول عنه؟ موضوع القضية. هذا لا يأتي إلا اسمان ونخبر عنه، نخبر عنه ولا يأتي إلا اسما، وتبدأ به القضية المنطقية. بينما الحد الآخر التي تنتهي به القضية المنطقية بقول عنه محمول القضية، هو الحد الذي تنتهي به القضية المنطقية ونخبر به. وتقول أحمد بدي أستوضح أنا شو بو أحمد، قالوا لي زكي، قالوا لي ناجح، قالوا لي حاضر، معناتها أخبرنا به. بينما اللي عم نستوضح نحن اللي هو أحمد نخبر عنه. هلأ هالقضية هي في شغلة لازم تكون موجودة ولكن
ولكن وجوده ضمني، ممكن انه انا ما اكتبه ولكن بتضل الى وجود اللي هي الرابطه او اداه الربط. شو يعني الرابطه؟ قال الرابطه هي التي تربط بين المحمول والموضوع، تظهر العلاقه بين الموضوع والمحمول، اهي علاقه اتصال او هي علاقه انفصال؟ اذا كانت علاقه اتصال بتكون موجبه، اذا كانت علاقه انفصال بتكون سالبه. هلا نفس القضيه، انا وقت اقول كل الطلاب حاضرون، مثل وقت اقول لا واحد من الطلاب حاضر، هي لا واحد من الطلاب حاضر يعني الرابطه اللي هي الطلاب هم حاضرون او ولا واحد من الطلاب هم حاضرون، قال عم تدلني انه علاقه انفصال بين الموضوع والمحمول. هلا قبل شوي ابنائي الطلاب قلنا لكم دير بالك، بدك توضح بين تصنيف القضايا وتصنيف الحدود. اخذنا نحن قبل شوي تصنيف الحدود، هلا بدنا ناخذ شغله اسمها تصنيف القضايا. تصنف القضايا بحسب الكم او بحسب الكيف. شو المقصود بالكم؟ قال المقصود بالكم هو عدد افراد الموضوع الذي نتكلم عنه. انا اذا عم اتكلم عن كل الفاكهه الموجوده بالسوق معناتها هي قضيه كلية، يعني الكم كلي، بينما أنا عم أحكي على المشمش الهندي هذا الطيب اللي هلأ نازل جديد بتكون شو؟ بتكون قضية جزئية، يعني بعض الفاكهة مفيدة، بعض الفاكهة معناتها صار عندي أنا بالكم في عندي كلي وجزئي. هلأ الكلي أخذت أول حرف ورمزت له كاف، الجزئي أخذت أول حرف ورمزت له جيم، صار عندي من حسب الكم قضية كلية وقضية جزئية. شو الفرق بيناتهم؟ قال وقت احكم على كل افراد الموضوع كلي، وقت احكم على بعض افراد الموضوع جزئي. هلا بنيجي للكيف، الكيف هي العلاقة بين الموضوع والمحمول. هل انا عم انسب المحمول الى الموضوع ام عم افصل المحمول عن الموضوع؟ هلا وقت اقول انا كل الطلاب حاضرون، مو مثل وقت اقول ولا واحد من الطلاب حاضر، بالاولى عم الزق الحضور بالطلاب، بالثانية عم انفي الحضور عن الطلاب. قال اذا كنت عم الزق يعني عم العلاقة هون بتكون اتصال، يعني القضية بتكون موجبة، بينما اذا كانت العلاقة انفصال بتكون القضية سالبة. قال الموجبة برمز لها بميم، السالبة برمز لها بسين. صار عندي بحسب الكم كلي وجزئي، بحسب الكيف سالب وموجب. انا اذا بدي اجمعهم مع بعضهم، مرة الكلية بدي خليها تاخذ موجب، مرة الكلية بدي خليها تاخذ سالب، مرة الجزئية بدي تاخذ موجب، مرة الجزئية بدي تاخذ سالب. صار عندي اربع ضروب من القضايا، كلي موجب كلي سالب، جزئي موجب جزئي سالب. طيب شلون بدي ميز بيناتهم؟ قال دائما تكون عم نحكي عن كل افراد الموضوع حطيتها حلقة بإذني كلية، وقت عم نحكي عن بعض افراد الموضوع حطيتها حلقة بودني جزئية، بينما اذا العلاقة اتصال موجبة، اذا العلاقة انفصال سالبة. ممكن يجيبوا لنا سؤال وضح او فسر او بين انه كل الطلاب اذكياء قضية كلية موجبة. بكل بساطة بقول لأن الحكم شمل كل أفراد الموضوع والعلاقة اتصال بين مين؟ بين المحمول والموضوع. بينما إذا قالوا لي لا واحد من الفاكهة مفيدة، وضح ليش هي كلية سالبة؟ قال لأن الحكم شمل كمان كل معناتها كلية، العلاقة انفصال معناتها سالبة، معناتها وين في انفصال سالبة؟ وين في اتصال موجبة؟ وين في كل كلية؟ بينما هلا بيقولوا لي بعض القطط أليفة، أنتوا اللي ما بتحبوا القطط، هلا في بعضها مليحة لأن مربية بالبيت، هون أنا عم ألزق صفة الجميلة صفة الأليفة بمين؟ بالقطط بس، ولكن مو كل القطط، جزء من القطط. هون معناتها بيقولوا لي علل بعض القطط أليفة جزئية موجبة، قال لأن الحكم شمل بعض أفراد الموضوع لهن القطط، والعلاقة اتصال بين الألافة وبين القطط، معناتها الجزئية موجبة، الحكم بعض أفراد الموضوع والعلاقة اتصال. بينما هدلون اللي ما بيحبوا القطط نهائيا عم يقولوا ليس بعض القطط أليفة، يعني عم يفصلوا الألافة كلياتها عن بعض القطط، معناتها هون شو صار عندي؟ جزئية سالبة. ليه سميناها جزئية سالبة؟ لأن الحكم شمل بعض أفراد الموضوع والعلاقة انفصال. هلأ واحد من الطلاب بيقول لي أستاذ والله دوختنا، لسه كلية وجزئية موجبة وسالبة، شلون أنا فيني من نظرة واحدة أعرف القضية كلية ولا جزئية ولا موجبة ولا سالبة؟ ابني الطالب مثل ما الأرض تبعكم حطتوا له سور مشان ما تختلط مع أرض غيركم،
كمان نحن للقضية حطينا سور مشان هلأ الأرض بيحصر الطول والعرض، بينما سور القضية بيحصر كم القضية وكيف، يعني بالنظرة واحدة للكلمة الموجودة بأول قضية بعرف أنه القضية كلية ولا جزئية، موجبة ولا سالبة. معناتها إذا قالوا لي مصطلح شو سور القضية، هو اللفظ الذي يحصر كم القضية وكيف، يعني يوضح القضية كلية ولا جزئية، موجبة ولا سالبة. اجينا اول شيء سور الكلية، انا كل الامثلة اللي ضربت لك يا ابني حطت لك كل، هلا بدال ما نحط كل، اذا حطينا جميع او عامة او كافة او اي كلمة بتخدم الكمية الكبيرة بتختلف شيء معك؟ طبعا لا. معناتها انا وين ما بلاقي في بداية اي قضية كل جميع عامة كافة بحكم على هالقضية بأنها قضية كلية موجبة. معناتها القضية الكلية الموجبة بتبلش بإحدى هالكلمات أو ما شابها، بينما الكلية السالبة بنقول لا واحد من أو لا أحد من. إذا لا واحد من أو لا أحد من عم تفيد انفصال كل أفراد الموضوع عن كل أفراد المحمول وكل أفراد المحمول عن كل أفراد الموضوع. مشان هيك إذا قالوا لي شو سور الكلية السالبة ممكن يجيني اختيار من متعدد حاطين لك مجموعة من الكلمات تختار يا لا ويا لا واحد من أو لا أحد من. بينما هلأ نحن وقت عم نقول بعض قلت لك جزئية، طيب بدال بعض إذا حطت لك قليل من أو كثير من أو معظم اختلفت شيء؟ لا. بنط طالب اللي قاعد بالزاوية قال لي كثير من أستاذ يعني كل، قلت له لا، كثير من كمية كبيرة مثليكم مجتهدين يعني، بس ولكن لساته جزء، في عندي طالب لسه ما لحق فيكم وصار منكم، وتصير منكم تحولنا لكل أو لجميع. بينما كثير من كمية كبيرة، قليل من كمية صغيرة، معظم وبعض كمية كمان صغيرة ولكن موجبة. إذا القضية الجزئية الموجبة بتبلش بكل جميع عامة كافة كلية موجبة، لا واحد من لا أحد من كلية سالبة، بعض قليل من كثير من معظم جزئية موجبة. هلأ بس بنستعير من أستاذ العربي ليس بنحطها قبلية، صار عندي كلية جزئية سالبة، ليس بعض، ليس قليل من، ليس كثير من، ليس معظم. معناتها ممكن أنا يجيني سؤال تكلم عن صور القضية بأربعين درجة، بقول له صور القضية هو اللفظ الذي يحصر أو يحدد كم القضية وكيف، عندي أربع قضايا، عندي أربع أسوار، بحط الأسوار وبحط مثال ابني الكلمة الزيادة بتاخذ عليها علامة. مشان هيك بحط جميع عامة كافة، لا واحد من لا أحد من، بعض قليل من كثير من معظم، ليس بعض، ليس قليل من، ليس كثير من، ليس معظم، وبحط إذا بدك نفس القضية وبنعطيك عليها علامة. الفاكهة مفيدة، الطلاب حاضرون. صرنا نعرف أنه صور القضية ضروري كتير. وين بدنا نلاحظ أن صور القضية ضروري كتير؟ بالدرس الثالث اللي بدنا نبلش فيه اللي هو استغراق الحدود بالقضايا. سوزان إدريس لتعرف على استغراق الحدود في القضايا. بالنسبة لدرس، أسعد الله أوقاتكم في البداية. بالنسبة لدرس استغراق الحدود، متى نقول عن الحد أنه مستغرق؟ نقول عن الحد أنه مستغرق إذا شمل الحكم جميع أفراده. مثال، عندما أقول كل الطلاب حاضرون، كلمة الطلاب كما شرح الأستاذ هي الموضوع في القضية الكلية الموجبة، فعندما نقول كل الطلاب فأنا تحدثت عن كل الطلاب وليس عن بعضهم. بما أنني تحدثت عن كل الطلاب فهنا نقول عن الموضوع بأنه مستغرق. أما لو كنت عم أقول بعض الطلاب حاضرون، بعض الطلاب، الطلاب هنا أنا لا أتحدث عن كل الطلاب، عن كل أفراد هذا الحد، لذلك نقول بأنه غير مستغرق. فلذلك هنا نميز بين الحد المستغرق والحد غير المستغرق، بأن الحد المستغرق هو الذي يشمل الحكم جميع أفراده. الآن هناك عدد كبير من العدد من القواعد على أي أساس نقول أنه مستغرق وغير مستغرق. قبل قليل الأستاذ قسم القضايا إلى أربعة أقسام. القضية الأولى هي الكلية الموجبة. نأخذ مثال، مثلا كل الفاكهة لذيذة، الفاكهة هي موضوع الكلية الموجبة، لذيذة محمول الكلية الموجبة. كل الفاكهة، الفاكهة نتساءل حد مستغرق أم غير مستغرق؟ هنا عزيز الطالب نقول كل الفاكهة، أي أنني أتحدث في الكلية الموجبة عن جميع أفراد الموضوع، لذلك نقول بأنها مستغرق.
عندما ياتينا سؤال مثلا بالامتحان، هون ممكن يجينا كثير تعاليل على لماذا الموضوع في الكليه الموجبه مستغرق، لان الحكم يشمل جميع افراد الموضوع. كل الفاكهه لذيذه، لذيذه هو محمول القضيه. نتساءل هنا كلمه لذيذ نسبناها فقط للفاكهة، ولكن كلمة لذيذ لا تشمل فقط الفاكهة، بل نتحدث عن كلمة لذيذ عن أطعمة أخرى، فلذلك لا نتحدث عن كل أفراد المحمول، فهنا نقول أن المحمول في الكلية الموجبة غير مستغرق. ممكن يجينا سؤال تعليل، علل لماذا المحمول في الكلية الموجبة غير مستغرق، لأن الحكم لا يشمل جميع أفراد المحمول. هذا بالنسبة للقضية الكلية الموجبة. نستخرج قاعدة أن الكلية الموجبة تستغرق الموضوع ولا تستغرق المحمول. القضية الثانية الكلية السالبة. مثال: ولا واحد من الطلاب راسب. كل هي بالأصل ممكن أن نرد لأصلها، عندما نقول كلية سالبة أي كل الطلاب ولا واحد منهم راسب. كل الطلاب، الطلاب موضوع، يا ترى هو مستغرق أم غير مستغرق؟ عندما نقول كل الطلاب شملت كل الأفراد الموضوع، لذلك فهو أحد مستغرق. هون بيجينا كمان علل لماذا الموضوع في الكلية السالبة مستغرق، لأن الحكم شمل جميع أفراد الموضوع. بما أننا قلنا أنها سالبة، ما معنى سالبة؟ أي أنها تفصل أفراد المحمول عن الموضوع، فلذلك الرسوب أنا ما نسبته للطلاب، كل الطلاب ولا واحد منهم راسب، نسبته لكل ما هو راسب من طلاب آخرون إلا هؤلاء لأنهم غير راسبين، لذلك المحمول في الكلية السالبة مستغرق أيضا، لأن الحكم يفصل أو يفيد انفصال أو نفي كل أفراد المحمول عن كل أفراد الموضوع. لذلك نقوم بوضع قاعدة للكلية السالبة نستخرجها، أنها تستغرق الموضوع والمحمول معا. أما بالنسبة للقضية الثالثة وهي الجزئية الموجبة، مثال: بعض الطيور مهاجرة، الطيور موضوع. أنا لم أذكر جميع الطيور، إنما قلت بعض الطيور مهاجرة، لذلك كلمة الطيور حد غير مستغرق، لأنني لم أتحدث عن جميع أفراد الموضوع. فهنا يأتي تعليل علل لماذا الموضوع في الجزئية الموجبة غير مستغرق، لأن الحكم لا يشمل كل أفراد الموضوع. بعض الطيور مهاجرة، مهاجرة المحمول، هنا نسبت كلمة الهجرة فقط لبعض الطيور، بعض الآخر لم أنسب إليهم. أيضا الإنسان يهاجر، أنا لم أتحدث عنه، لذلك أنا لم أشمل كل ما يهاجر، فهو حد غير مستغرق. لذلك يأتي التعليل لماذا المحمول في الجزئية الموجبة غير مستغرق، لأن الحكم لا يشمل جميع أفراد المحمول. وهنا نستنتج القاعدة أن الجزئية الموجبة لا تستغرق لا الموضوع ولا المحمول، على عكس الكلية السالبة التي تحدثنا عنها أنها تستغرق الموضوع والمحمول. بالنسبة للقضية الرابعة والأخيرة هي الجزئية السالبة. هنا نقول بعض الحيوانات ليست أليفة. بعض الحيوانات، الحيوانات هنا لم نتحدث عن جميع الحيوانات، لذلك نقول أنه حد غير مستغرق، لأن الحكم لا يشمل جميع أفراد الموضوع. ليه ممكن نقول الجزئية السالبة لا عكس لها؟ بعض الحيوانات ليست مثلا أليفة، لماذا لا عكس لها؟ هناك تناقض بينها مثلا وبين كل الحيوانات أليفة، شو بدي أعكسها؟ هذا السؤال، أن كل القضايا يمكن أن تعكس إلا هذه الجزئية. أستاذ ماهر، الجزئية السالبة تخل بشرط من شروط ترتيب القضايا، مشان هيك انه لا تعكس، بينما الكلية الموجبة ممكن انها تعكس لكلية سالبة، والجزئية الموجبة ممكن تعكس لجزئية سالبة، بينما الجزئية السالبة لا تعكس لغيرها، لهذا الشرط. نعم تمام. إذا القاعدة التي استخرجناها كتعليل علل لماذا الموضوع في الجزئية الموجبة غير مستغرق، لأن الحكم لا يشمل جميع أفراده. بالنسبة لبعض الحيوانات ليست أليفة، أليفة هو محمول الجزئية السالبة، هنا أداة فصل أو أداة نفي اللي هي ليست، فصلت بين أفراد المحمول ولكن بعض أفراد الموضوع، على عكس الكلية السالبة عندما قلت فصلنا المحمول عن كل أفراد الموضوع. بالجزئية السالبة السبب علل لماذا المحمول في الجزئية السالبة غير مستغرق، لأن الحكم يفيد انفصال كل أفراد المحمول عن بعض أفراد الموضوع. هنا نستخرج القاعدة أن الجزئية السالبة تستغرق المحمول ولا تستغرق الموضوع.
هنا ممكن أن نستخرج قاعدة تطبق على جميع هذه القواعد، قاعدتين. القاعدة الأولى هي أن القضايا الكلية جميعها سواء كانت كلية موجبة أم سالبة فإنها تستغرق الموضوع كما رأينا في الكلية الموجبة والسالبة، أما القضايا السالبة تستغرق المحمول. هنا ممكن أن نقول العكس، أن القضية الجزئية لا تستغرق الموضوع والقضايا الموجبة لا تستغرق المحمول. هناك سؤال قد يرد مثلا في الامتحان، لماذا يقال عن بحث القضايا أنه بحث التصديقات على عكس بحث الحدود الذي تحدث عنه الأستاذ أنه بحث التصورات؟ عندما نقول قضية أنها ما بدأ فيها الأستاذ، ما تعريف القضية؟ هي العبارة التي تحتمل التصديق والتكذيب، لذلك يقال عن بحث القضايا بأنه بحث هو القضية التي يمكن وصفها أو العبارة التي توصف بالصدق أو بالكذب. أما بحث الحدود هو بحث التصورات لأن الذهن هو الذي يتصورها. عندما نقول مثلا بحر، هو الآن ليس أمامنا ولكن يمكن أن أتصور فكرة عن هذا البحر. هذا بالنسبة لدرس الاستغراق، وهو عبارة عن 4 قضايا، بعض الحدود مستغرقة لأنها شملت كل أفرادها، وبعضها غير مستغرق لأن الحكم لا يشمل جميع أفرادها. شكرا جزيلا دكتورة. أستاذ زهر، لو سمحت استجابة لأبناء الطلبة. طبعا الكلام غير ممكن، يعني السؤال الأول في شرح للوحدة الأولى والثانية، لا يمكن شرحهما حتى بس واحد من كل وحدة استجابة للطالب. إذا الوحدة الأولى وحدة الإنسان ممكن نختار فيها لو سمحت أستاذ زهر، يعني المواطنة عند حس. حلو. هلا ابني الطالب عندي انا بالوحده الاولى فيها 9 دروس، الدرس اللي عم يحكي عليه الاستاذ هو الدكتور هو الدرس الرابع، الدرس الرابع في عندي 4 افكار، في عندي الطبيعه عند روسو، في عندي نظريه العقد الاجتماعي عند روسو، في عندي اساس المواطنه عند روسو، في عندي نظريه التربيه. الدكتور احمد اختار لكم اساس المواطنه، اساس المواطنه وضع لي يا روسو في كتابه اسمه العقد الاجتماعي. شو يعني اساس المواطنه؟ اساس المواطنه اقامه نظام ديمقراطي، الشعب يحكم نفسه بنفسه، اي قانون لا يضعه الشعب يعتبر لاغيا، لا يخضع له الانسان. هلا باساس المواطنه ممكن انا يجيني سؤال وضح اساس المواطنه ب20 درجه، بقول اساس المواطنه هو انتقال الانسان من الحاله الطبيعيه الى الحاله الاجتماعيه، اصبح مواطن له حقوق وعليه واجبات ويشرف على إدارة شؤون البلاد. إذا أنا صرت مواطن عندما انتقلت من الحالة الطبيعية إلى الحالة الاجتماعية، أصبحت مواطن لي حقوق وعلي واجبات وأشرف على إدارة شؤون البلاد بما يخدم مصلحتي. دائما أنا بضرب مثال لطلابي، بقول رحت تشتري أنت شغلة لقيت السعر تبعها غالي كتير، ممكن أنت تتصل بالتموين وتسألهم على السعر المناسب وتجيب التموين للشخص. هون أنت بتكون أشرفت على إدارة شؤون البلاد بطريقة غير مباشرة. هلا في عندي فكرة كمان بأساس المواطنة ممكن تجيني تعليل مهم، انه علل انه أساس الدولة هي الإرادة، لأن الإرادة عندما تنصهر إراداتنا الفردية الجزئية في الإرادة العامة الكلية تتشكل الدولة. هاي بخليني أرجع للدرس الأول اللي هو درس هوبز. هوبز مرينا نحن بمرحلتين بالعقد السياسي، المرحلة الأولى تنازلنا عن حقوقنا لصالح المجتمع، أعطاني المجتمع سلام ونظام وأمان، وقمت وقمنا على قاعدة لا تصنع بغيرك ما لا تحب أن يصنعه غيرك بك، واتصفت بالصدق والأمانة والعرفان بالجميل. هون أسسنا مجتمع، بينما وقت بدي أسس دولة تنازلت عن إرادتي الخاصة للإرادة العامة متمثلة بالملك. هي هي أساس الدولة. يعني نحن بنتحول بنعيش من حالة طبيعية لدولة عندما أتنازل عن إرادتي للحاكم، والحاكم هو بيتصرف بشؤوني. عند هوبز بده يقوم الحاكم بواجبين، واجب داخلي واجب خارجي، بينما هون عند روسو بس بنقول الإرادة أساس الدولة بوصفها انصهار الإرادات الفردية الجزئية بالإرادة العامة الكلية. هلأ الدكتور كمان في عنا موضوع حلو كتير عند روسو اللي هو التربية عند روسو، نشرح لنا إياه كمان للطلاب. تفضل. بس ممكن لو سمحت طبيعة المعرفة. حلو حلو. يعني ما
ما في متسع. هلا عندي الدرس الاول اللي هو المعرفه، انا عرف الشيء اي ادركه بالحواس او بالعقل او بشيء اخر. هلا عندي انا المعرفه الى عنصرين، ذات تعرف وموضوع يعرف. الذات التي تعرف انا من خلال امتلاك العقل الموضوع الذي يعرف هو موضوع العالم الخارجي. هلا دائما نحن بنخربط بين عرف الشيء وعلم الشيء. المعرفه اوسع من العلم، ولكن العلم ادق من المعرفه، لذلك كل علم معرفه وليس كل معرفه علم. هلا هون نحن بنلاقي حالنا فتنا لحالنا باتجاهات المعرفه. عندي ثلاث اتجاهات للمعرفه، عندي اتجاه شكي وعندي اتجاه وثوقي وعندي اتجاه نقدي. الاتجاه الاول اللي هو الشكي، فعل يوناني كلمه يونانيه تعني البحث او التقصي، بعد ذلك توسعت لتشمل اتجاهات بالمعرفه. وعندي نوعين من الشك، عندي شك مطلق وعندي شك منهجي. الشك المطلق جاب لي يا غورغياس بالإضافة بيرون. غورغياس قال لا يمكن معرفة شيء، وإذا عرفنا شيء لا يمكن نقله للآخرين. بينما بيرون شك بقدرة العقل والحواس على الوصول إلى المعرفة لأن مصادر غير موثوق فيها. معنات الشك المطلق إنكار قدرة الإنسان نهائيا على الوصول إلى المعرفة. ولكن هذا الاتجاه ابني الطالب، دائما أنت كثرة الغلب الموجودة عندك صفة من صفاتنا نحن كناس. الشك المطلق لا يتناسب مع طبيعة الإنسان، لأن الإنسان دائما يسعى إلى المعرفة. لذلك ظهر شك جديد اللي هو الشك المنهجي. الشك المنهجي هو خطوة أولى أو مرحلة عابرة من الانتقال من الجهل إلى المعرفة. ممكن أنا كطالب أو كإنسان عادي أقع في مرغم نقي نتيجة عدم وجود أدلة وبراهين، ضيعت مفاتيحي ومالي عرفان وينهم، أمت وقعت بالشك. أحيانا أنت بالفحص بتختار الشك بإرادتك مشان تأخذ علامة كاملة. قبل ما تسلم ورقة الفحص بتقوم بمراجعة شاملة، بتشك أنك منقص لك شي فقرة، منقص لك شي شغلة. معناته أنت دخلت بالشك بإرادتك. وهذا اللي سوالنا إياه أبو الفلسفة الحديثة اللي هو ديكارت. ديكارت لقب أبو الفلسفة الحديثة لأن فلسفته علامة فارقة بين الفلسفة التي قبله والفلسفة التي بعده. وضع لي كتاب اسمه مقال في المنهج، وضع لي فيه أربع قواعد. إذا أحسننا اتباع واستعمال هالقواعد نصل دائما إلى المعرفة الحقيقية. القواعد هي البداهة والوضوح والتحليل والتركيب والإحصاء. شو بدي إياهم بالترتيب؟ طبعا ابن الطالب. شو يعني بداهة وضوح؟ ألا أقبل أي فكرة على أنها صادقة إلا بعد نفي الشك عنها. قاعدة التحليل، أرجع الأشياء إلى عناصرها الأساسية البسيطة حتى يسهل التعامل معها، يسهل فهمها. أنت بتفصفص المنهاج إلى وحدات، والوحدات إلى دروس، والدروس إلى أفكار، وبتحفظ كل فكرة لحال. بعد ما تحفظ كل فكرة بالدرس لحال بتقوم بالعملية الثالثة اللي هي عملية التركيب، إعادة تجميع ما قمت قد حللته لكي أفهمه بالصورة الكلية. آخر شغلة اللي هي الإحصاء، أقوم بمراجعة شاملة لكل ما حللته لكي لا أغفل شيئا. هذه الأشياء الأربعة يقوم بها الإنسان. لذلك ديكارت اعتبر أن الذات البشرية، العقل البشري هو المصدر الأساسي بالمعرفة، لأنه هو الذي يقوم بهذه العمليات الأربعة. ركز على البداهة والوضوح لأنه استخدمها في منهجه اللي هو منهج الشك الديكارتي. وعند ديكارت شغل اسمه الكوجيتو الديكارتي، أنا أفكر إذن أنا موجود. شك بوجوده وشك بالعالم الطبيعي وشك بوجود الله حتى وصل من خلال التفكير لإثبات الحقائق الثلاث، أنه موجود ولكن موجود ناقص يجب أن يكون الكامل اللي هو الله. والكامل هو الذي وضع داخل ذهني حقيقة العالم الطبيعي، فالعالم الطبيعي موجود. لذلك أثبت من خلال الشك توصل إلى اليقين. وديكارت أخذنا نحن بالوحدة الأولى بالدرس الثاني بالفقرة الثانية بالفيلسوف الثاني اللي هي أنه ديكارت قسم. أوصل الشك الفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت إلى يقين وجود الذات المفكرة، ومن ثم إلى وجود الله عز وجل، ومن ثم إلى وجود العالم حولي. الكلام طبعا فيه استرسال، والشكر الجزيل للصديق العزيز على هذا المعلومات الغنية فعلا في هذا الموضوع. ولا بد لأبناء الطلبة من الرجوع للكتاب للاستزادة، الوقت لا يسمح لذلك. نحن أخذنا عينات إذن من الوحدة الأولى وحدة الإنسان، وهذه الوحدة الثانية وحدة المعرفة. أستاذ ماهر،
ممكن يجي اسئله من قضيه المناقشه. هلا في بعض قضايا المناقشه ممكن تكون موضوع سؤال صح وغلط او اختيار من متعدد، او ممكن تكون معمول مثل اقوال الفلاسفه. طبعا اقوال الفلاسفه ممكن يجيني انسب القول الى صاحبه، او ممكن اذا كان في تصلح لان تكون ما تحليل لنص ممكن انا اطرح عليها مجموعه من الاسئله، انه شو الاشكاليه اللي متكلم عليها المقوله، شو الافكار الرئيسيه، شو الافكار الفرعيه، اذا كان بتادي هذا الغرض. شرح الخريطه المفاهيميه والذهنيه هذا طبعا خاص بالمنهاج. حلو، بالمنهاج الحديث في عندنا شرح درس خطوات المعرفه العلميه كما بالمنهاج، يعني في بالمنهاج الحديث، يعني حتى في يعني في وحده العلم بالوحده السادسه ممكن بنحكي فيها فيما بعد. الان ننتقل مع الزميله سوزان إدريس، كيف ما كانت تذهب إلي منطقة تعرفها مع أستاذ ماهر على الحدود المنطقية والقضايا المنطقية، وهي بدأت باستغراق حدود القضايا. نستمر الآن يعني حول أهم شيء، يعني اللي هو مربع أرسطو كما سميناه لأهمية هذا الموضوع. مربع أرسطو الاستدلال سعيد الله إظهار المربع لتفصيل هذا الكلام الهام جدا حتى في الحياة العملية. تفضل. بعد أن انتقلنا من الاستغراق ننتقل إلى الاستدلال. الاستدلال له نوعان، إما أن يكون مباشر وإما أن يكون غير مباشر. المباشر هو الانتقال من مقدمة واحدة إلى نتيجة واحدة، أما غير مباشر هو الانتقال من مقدمتين أو أكثر إلى نتيجة، وهون ممكن يجينا سؤال موازنة. هلا نحن بدنا نحكي بس عن الاستدلال المباشر الآن بفكرة تقابل القضايا. ما معنى قضيتان متقابلتان؟ هما متفقتان بنفس الموضوع نفس المحمول، مختلفتان بالكم أو الكيف أو بهما معا. وضع أرسطو مربع تقابل القضايا الموجود أمامنا الآن. مؤلف هذا المربع من أربعة أنواع للتقابل. نحاول نحفظ رسمة المربع، أنه فوق عنا كلية موجبة كلية سالبة، تحت عنا جزئية موجبة جزئية سالبة. بالنسبة للعلاقة بيناتهم، إشارة الضرب اللي جوات المربع بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة، بين الجزئية الموجبة بين الجزئية الموجبة والكلية السالبة، هي علاقة تناقض بين الكليات تضاد، بين الجزئيات تحت التضاد، وبين الكليات والجزئيات هي علاقة التداخل. رح نحاول نشمل أنواع أو أحكام هذه القضايا. بالنسبة للنوع الأول من التقابل هو التناقض. التناقض بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة والكلية السالبة والجزئية الموجبة، حكمهما أنهما لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. إذا قلت مثلا كل الطلاب حاضرون، تناقض معها العكس تماما. لما أقول كل الطلاب حاضرون تطلع معي ليس بعض الطلاب حاضرون. إذا الأولى صادقة الثانية كاذبة، إذا الأولى كاذبة الثانية صادقة. العلاقة بيناتهم أنهما يختلفان بالكم والكيف معا. ممكن يجينا سؤال ما العلاقة بين كاف ميم جيم سين تسمى علاقة تناقض، علل سبب التسمية. سبب التسمية هو اختلافهما بالكم والكيف معا. ممكن يجينا أسئلة من هذا الدرس، أسئلة استنتاج حل، يعني مثلا أنه بدك أنت تفهم القانون التناقض وتحاول تطبق عليه. مثال، رح نطرح مثال، استنتج القضية المتقابلة مع القضية اللي رح أذكرها بالتناقض واحكم عليها مع التالي. مثال، ولا واحد من الطيور مغردة كاذبة، المتناقضة معها هي كلية سالبة مع جزئية موجبة بعض الطيور مغردة. إذا الأولى كاذبة الثانية صادقة لأنهما لا يصدقان معا ولا يكذبان معا. بالنسبة لعلاقة التضاد بين الكليات، كلية موجبة مع الكلية السالبة، إذا كانت أول شيء إذا أجانا سؤال ما سبب تسمية العلاقة بين الكاف ميم وكاف سين علاقة تضاد؟ لأنهما يتفقان بالكم ويختلفان بالكيف، والشرط الأساسي نكتب لهم بالامتحان أنه بين الكليات، ما بصير ندخل جزئية لأنه التضاد فقط بين الكليات. حكمهم لا يصدقان معا وقد يكذبان. قبل شوي الاستاذ حكى لنا عن تقابل الحدود، عن التناقض وعن التضاد، بس هنيك حد مع حد، اما هون نحن عم نقول قضيه مع قضيه ثانيه. اذا جبنا له مثال استنتج القضيه المتقابله بالتضاد، مثلا كاف ميم كليه موجبه كل الازهار حمراء صادقه، بيكون التضاد معها حسب المربع ولا واحدة من الأزهار حمراء، إذا الأولى صادقة الثانية كاذبة لأنهما لا يصدقان معا وقد يكذبان.
الاختبار، ولو كانت الأولى كاذبة الثانية رح تكون غير معروفة. بالنسبة لتحت التضاد هو علاقة بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة. إذا أجانا بالامتحان علل سبب التسمية أنهما يتفقان بالكم يختلفان بالكي فقط بين الجزئيات، وهي اللي عليها العلامة، أنه نحن حتى تكتمل معنا العلامة لازم نقول أنه التضاد بين الكليات وتحت التضاد بين جزئيات. حكمه عكس تماما للتضاد، التضاد لا يصدقان، تحت التضاد لا يكذبان. هنيك التضاد قد يكذبان، تحت التضاد وقد يصدقان، فمنقول الحكم لا يكذبان معا وقد يصدقان، إذا الأولى كاذبة الثانية صادقة، إذا الأولى صادقة الأخرى غير معروفة. نعطي مثال بعض الملاعب كبيرة، قضية جزئية موجبة، تحت التضاد مع الدخول تحت التضاد ليس بعض الملاعب كبيرة، إذا الأولى صادقة الثانية غير معروفة، إذا الأولى كاذبة الأخرى صادقة، لأنهما لا يكذبان معا وقد يصدقان. ننتقل للتداخل، هل التداخل له حالة خاصة؟ أنه هو بين الكليات وبين الجزئيات، لما بعطي للطالب كلية بده يعطيني إياها جزئية بس بشرط نفس الكيف، فهما يتفقان بالكيف يختلفان بالكم. إذا أعطيت كلية هون في عنا أحكام مختلفة عن لو بدأت بجزئية. إذا أعطيت الطالب كلية قلت له استخرج لي الجزئية، الحكم إذا كانت الكلية صادقة فالجزئية صادقة، أما إذا كذبت الكلية فالجزئية غير معروفة. نعطيها مثال، كل الطلاب ناجحون، هي قضية كلية موجبة صادقة، التداخل معها بعض الطلاب ناجحون، إذا الأولى صادقة فالجزئية كاذبة، صادقة، لأن ما يصدق على الكل فهو يصدق على الجزء، ولو كانت كاذبة كانت الجزئية غير معروفة. طب لو بدأت بالجزئيات وقلت له أنا رح أعطيك جزئية وأنت استخرج لي الكلية، فهون عندنا حكم مختلف، إذا كذبت الجزئية كذبت الكلية، وإذا صدقت الجزئية فالكلية غير معروفة. نعطيهم مثال. طيب دكتورة معلش نسأل سؤال. اتفضل. إذا قلنا ولا واحد من الطلاب يراسل، يعني ممكن يتحقق هالكلام هذا العام؟ لا ان شاء الله كله راح يكون تناقض، العلاقه راح تكون تناقض، كل بالعكس راح تكون ولا كل الطلاب ناجحون، فراح يغير حتى المحمول. يعني احيانا راح تكون قضيه كاذبه. بنقول الشؤون الانسانيه لا تنطبق عليها قوانين العلم ولا ينطبق عليها قوانين المنطق، يعني بالاراده وبالتصميم أكيد ممكن رح يكونوا كلياتهم ناجحين ولا واحد منهم راسب، بس بعض الطلاب راسبين ما راح تكون موجوده نهائيا، بس بدنا شويه اهتمام. يعني بتعرفوا انتم السنه كانت استثنائيه فعلا، ما زالك طلع قرار بترفع المرحله الانتقاليه. تصوروا انه اهالي احتجت انه ما بدهم، يعني بدهم امتحانات، لا بدهم يرسموا اولادهم، يعني انه لانه اهتمام بالعلم السنه الجاي اذا كان في عندي نقص معرفي. نعم. بينما وزاره التربيه مشكوره دكتور، يعني قبل ما تفوتوا على المدارس بالصف الجديد في عندنا 15 يوم يعني ترميم الشغلات. نعم. الموجوده هلا بهالعمليه هي الترفع التلقائي، يعني الشاطرين انظلموا لانهم ما اخذوا الترتيب تبعهم، مشان هيك يجب ان يكون هناك امتحان مشان ترتيب الطلاب، وهذا اللي راح يصير بدايه. طيب. العام الدراسي. اشكرك دكتوره على هالكلام، يا ريت بس نستأنف بالوحده الرابعه شوي تحكي لنا عن نشاه الفكر الفلسفي في الحضاره العربيه الاسلاميه. تمام، هلا بدايه الوحده الفلسفه العربيه كنا عم نتحدث عن علم الكلام، عندما بدات الفتوحات العربيه تنتقل عندما بدأت الفتوحات العربية تنتقل وتتوسع. نعم. إلى دول أخرى وإلى أديان أخرى، بدأ ما يظهر يسمى بعلم الكلام. نتساءل ما هو علم الكلام؟ هي فرقة كانت تدافع وتثبت العقائد الدينية بالأدلة والحجج المنطقية العقلية في مواجهة الرافضين لها. هون رح نتحدث عن أسباب تكون علم الكلام. في البداية كان المسلمون فقط يهتمون بقراءة القرآن والاجتهادات، ولكن عندما واجهوا أشخاص مثقفين بالثقافة الفلسفية اليونانية لديهم حجج
ويحاولون أن يشوهوا الإسلام، هنا كان لابد من ظهور فرقة هي فرق علم الكلام لمحاولة الدفاع عن الدين الإسلامي بحجج منطقية تشبه الحجج المنطقية الفلسفية اليونانية. أو أهم سبب يمكن أن نقوله لسبب تسمية علم الكلام أنها عنوان أبحاثي هو الكلام في هذا الموضوع أو ذاك، كالكلام مثلا في صفات الله تعالى وذاته. ننتقل مثلا إلى فكرة أخرى هي ما أنواع الفرق ماذا يسمى المشتغلين بعلم الكلام؟ يسمى المشتغلين بعلم الكلام المتكلمين. ما معنى المتكلمين؟ هم الذين يستخدمون العقل والحجج المنطقية في الدفاع عن الدين بهذه الحجج. أهم فرقة كلامية سنتحدث عنها هي فرقة أهل الحديث ثم المعتزلة ومن ثم الأشاعرة. بالنسبة لأهل الحديث هم المتكلمون الأوائل الذين يهتمون بظاهر النص وبحرفيته، هنا يركزون على أن الشريعة لها الأولوية والنص له الأولوية على العقل. السبب في ذلك إذا أجعلنا تعليل لماذا يقولون أن الأولوية للشريعة والنص على العقل، لأن للعقل قيمته ولكن قيمته مستمدة من القرآن ومن الحديث ومن العقيدة الإسلامية. إذا جانا سؤال من الامتحان لماذا أطلق عليهم اسم أهل الحديث؟ لأنهم اعتمدوا على العقل كوسيلة للدفاع عن النص والعقيدة الإسلامية. الفريق الآخر وهي فرقة مهمة جدا في تاريخ الفلسفة الفكر العربي أو علم الكلام هي فرقة المعتزلة. نحن نعرف أنه من قبل أن يأتي هناك مدارس وكذا كانوا يأخذون العلم عن طريق حلقات دينية في المساجد. أحد الشيوخ المعروفين من أهل الحديث ومن أهل السنة والجماعة كان يسمى بالشيخ الحسن البصري، كان يجتمع مع تلاميذه. أحد هؤلاء التلاميذ المشهورين هو واصل بن عطاء، كانوا يتباحثون أمور الدين. دخل عليهم رجل سألهم ما رأيكم بمرتكب الكبيرة؟ أجاب الحسن البصري وبعض الطلاب بأنه كافر، البعض الآخر أجاب بأنه مؤمن. هنا استغرب واصل بن عطاء من هذا الحكم المتشدد والمتساهل، فقال أن مرتكب الكبيرة ليس بمنزلة الكفر ولا بمنزلة الإيمان، هو في منزلة وسط بين الكفر والإيمان وهو ما يسميه فاسق. هنا احتج بعض الطلاب أن لم نسمع بهذا الرأي، فغضب واصل بن عطاء وتركهم واعتزلهم وأسس فرقة لوحده. فقال الشيخ الحسن البصري لقد اعتزلنا واصل، فهذه أحد أسباب تسمية المعتزلة بهذا الاسم. فإذا أجانا سؤال بدنا نحاول نختصر كل هذه القصة، ممكن نقول سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم اعتزال هذه الفرقة بقية المسلمين ومخالفة آرائهم. ننتقل إلى ما هي أهمية المعتزلة. طيب في عندنا أصول لو سمحتي كمان نذكرهم. أصول المعتزلة باعتبار أنهم كانوا بس الفكرة الأساسية أنهم يعتمدون على العقل أكثر من النص بخلاف أهل الحديث. الأصول الخمسة هي أول أصل هو التوحيد، أي تنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك. العدل هو أن الله يتصف بالعدل، يكافئ المحسن والمصيب ويعاقب المسيء لأن الإنسان حر وليس مجبر. بالنسبة للوعد والوعيد، الله يعد المحسنين بالثواب وبالجنة وبحسنات، أما العقاب والوعيد للكفار. ولكن يختلف المعتزلة عن بقية المسلمين أنهم أنكروا المغفرة لأنها تتنافى مع العدل الإلهي. بالنسبة لأهم أصل عندهم هو المنزلة بين منزلتين، وهو سبب أصلا نشأتهم. يقول المعتزلة أن المرتكب الكبيرة ليس مؤمن ولا كافر، ليس كافر لأنه يؤمن بالله ويشهد بوحدانيته، وليس مؤمن لأنه ارتكب ما نهى عنه الدين، فهو فاسق في مرحلة وسط بين الكفر والإيمان. الأصل الأخير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أنه يجب على المؤمن أن يحقق الحق ويترك الباطل. هون ممكن يجينا موضوع أو سؤال 40 علامة عدد أصول المعتزلة أو تحدث عنها. الأشاعرة مؤسسها أبو الحسن الأشعري نعم. بيطلع معي البصري. أبو الحسن الأشعري مؤسس الأشاعرة، هو بالأصل من المعتزلة، ولكن انفصل عنهم بسبب مبالغتهم بالاعتماد على العقل وحدوث كثير من الخلافات بين المسلمين، فقال أنا الذي سأحاربهم، فأوجد مذهب وسطي معتدل، لذلك نطلق على المذهب الأشعري أنه مذهب معتدل. قبل شوي قلنا أنه أهل الحديث قالوا أنه الأولوية للنص على العقل، المعتزلة قالوا العكس، أولوية العقل على النص. الأشاعرة قالوا نحن معتدلين،
نأخذ النص، ولكن الاكتفاء بالنصوص الدينية النقلية لوحدها لا يعطينا اليقين، فيجب إضافة أيضا العقل، فهنا يكون النص والعقل معا هما أساس المعرفة. هذا أهم ما يوجد على هذا البيان. إذا بيّنت الدكتورة معنى علم الكلام، علم الكلام الذي هو باختصار شديد إثبات العقائد الدينية عن طريق العقل والمنطق والبرهان، وبيّنت يعني أهم فرقتين يعني في هذا العلم اللي هي فرقة المعتزلة والأشاعرة. ننتقل الآن مع الزميل ماهر ليعرفنا عن حركة الترجمة وكيف ظهرت الفلسفة العربية الإسلامية وتياراتها. نتيجة توسع الدولة العربية الإسلامية في بقاع ودول جديدة واطلاعهم على ثقافات مختلفة، كان لابد من التعرف على حضارة الشعوب والأمم، فلجأوا إلى عملية اسمها عملية الترجمة. ونحن بنعرف أنه أول مجال للترجمة واسع النطاق قاموا فيه العرب المسلمين. هلأ إذا إجانا سؤال وضح لماذا لجأ العرب المسلمين إلى الترجمة، في عندي ثلاث أسباب جوهرية ورئيسية. السبب الأول التعرف على حضارة الأمم والشعوب، السبب الثاني من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي بطرق فلسفية منطقية، والسبب الثالث من أجل بناء الدولة الإسلامية على أسس علمية لجأوا إلى الترجمة. ولكن حركة الترجمة لم تظهر مع بداية الدعوة الإسلامية، لم تظهر في المرحلة الأولى في الخلافة الراشدية، ظهرت في نهاية العصر الأموي وبداية العصر العباسي. أخذت أوجها حركة الترجمة عندما أنشئت أول دار للترجمة، أول مكان للترجمة اللي فيه اللي معروفة على بالعالم اسمها مدرسة بغداد، اللي هي أطلقوا عليها دار الحكمة. كانت تترجم كل الكتب التي يمكن أن تترجم، بينما في نهاية العصر الأموي كانوا يترجموا الكتب اللي كنا محتاجين إلى بحياتنا العملية، بينما فتح باب الترجمة على مصراعيه في العصر العباسي. أنشأوا دار للترجمة ترأسها يوحنا بن موساوي، وكان هناك العديد من المترجمين، إسحاق بن حنين وحنين بن لوقا، كلياتهم كانوا من المترجمين. هلأ حركة الترجمة والكتب الكثيرة اللي دخلت بالثقافة العربية الإسلامية كانت من الشغلات اللي دعت إلى تطور الفكر العربي الإسلامي وانتقاله من علم الكلام إلى الفلسفة. هلأ إذا سألتوا ليش انتقلنا نحن من علم الكلام إلى الفلسفة، بنقول في عندي سببين أساسيين. السبب الأساسي هو حركة الترجمة وما حملته معها من أفكار وآراء أغنت المكتبة العربية الإسلامية. والشغلة الثانية، مئات الكتب للترجمة لم تعد مصطلحات علم الكلام البسيطة تتفق مع الذهنية العربية الإسلامية، فكان لابد من ظهور شيء جديد وهو الفلسفة العربية الإسلامية. هلا نحن إذا بدنا نحكي على الفلسفة العربية الإسلامية، أبو الفلسفة أو فيلسوف العرب هو الكندي. الكندي أول من تناول الفلسفة من أصل عربي من قبيلة كندا، وهو الذي نقل الفكر العربي الإسلامي من مرحلة علم الكلام إلى مرحلة الفلسفة. وأول ما بلش هالعملية هي اصطدم بشغل اسمه المصطلحات الفلسفية. نحن كنا أهل شعر ونثر وخطابة، بينما الفلسفة مصطلحات. فوضع لي كتاب هو بمثابة معجم فلسفي، اللي هو رسالة في حدود الأشياء ورسومها. هلأ الكندي هو أول فيلسوف عربي، مشان هيك سمينا فيلسوف العرب. بعد الكندي انقسم التيارات الفلسفية إلى تيارين، تيار وجد بالمشرق العربي وتيار آخر بالمغرب العربي. تيار وجد بالمشرق العربي أول فيلسوف لأطلقنا عليه المعلم الثاني نسبة إلى أرسطو المعلم الأول، هو الفارابي. الفارابي المعلم الثاني لأنه ترجم كتب أرسطو أو منطق أرسطو المعلم الأول. بعدين إجاني فيلسوف هو ابن سينا. ابن سينا هو الفيلسوف، هو الطبيب، هو الشيخ، هو القاضي، هو اشتغل بكل شيء، لأنه سمة الفلسفة مثل ما بتعرفوا هي الموسوعية. عنده كتاب بالطب بقي يدرس في أوروبا حتى القرن التاسع عشر والقرون الوسطى، اللي هو القانون بالطب. بينما بعدين انحسر التفكير الفلسفي بسبب المشاحنات الفكرية والسياسية، ظهر تيار جديد في المغرب العربي، وكان أبرز الفلاسفة عندنا أربع فلاسفة اللي هن ابن باجة. ابن باجة وضع لي كتاب يشرح طريقة حياة وعيش الفيلسوف اسمه تدابير المتوحد. بعدين ظهر فيلسوف اللي هو ابن طفيل، حط لنا قصة حلوة كتير اللي اسمه حي بن يقظان،
وضح لي في العلاقة بين العقل وبين النقل، بأني أنا كإنسان أستطيع أن أعرف الله وأعرف العلوم عن طريق العقل وعن طريق الملاحظة والاستدلال والحدس، وأستطيع أن أعرفه عن طريق الوحي. بعده جاء فيلسوف العقل الذي أثر بكل بمعظم فلاسفة أوروبا، وفي قاعة في جامعة السوربون بفرنسا باسمه اللي هو ابن رشد. ابن رشد نتج عن فلسفته واهتمامه بالعلاقة بين العقل والنقل تيار فلسفي سمي بالرشدية اللاتينية، ولكن في آخر حياته نتيجة النجاح الباهر الذي حلو. هلا في عندي تحليل نص حكم دراسة الفلسفة، يعني تقريبا هو بيخدم الدرس اللي بعدي اللي هو العلاقة بين العقل والنقل. اتساءل ابن رشد عن أهمية دراسة الفلسفة، وهل الفلسفة واجبة ولا مباحة ولا محظورة ولا واجبة بالشرع؟ وضح أن الفلسفة ودراستها واجبة بالشرع، لأن العقل حق والدين حق، والحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد عليه، وأكد ذلك من خلال كتابين، كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، وكتاب تهافت التهافت ردا على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة. وبالتالي وجد أن الغرض من الفلسفة النظر العقلي بالموجودات من جهة دراسة، من جهة معرفة الخالق معرفة الله. كلما كانت معرفتي بالمصنوعات أتم، كانت معرفتي بالصانع أتم. قال والفلسفة والدين لا يختلفان في الجوهر، ولكن يختلفان في الطريقة وفي الأسلوب. الفلسفة تعتمد على التأمل وعلى العقل، بينما الشرع يعتمد على النقل، على السنة وعلى القرآن الكريم. ولكن الحكم دراسة الفلسفة واجب بالشرع، لأن الشرع حض على استخدام الفلسفة في مواضع كثيرة وفي آيات كثيرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أحسنت. إذن الفكرة الرئيسية في هذا المعنى أن كل الفلاسفة العرب المسلمون الذين تناولهم الزميل العزيز الكندي الفارابي ابن سينا ابن باجة ابن طفيل، هؤلاء كلهم يعني في الواقع يعني كان هاجسهم تقديم أدلة على التوفيق ما بين الفلسفة والدين. ولذلك يجب على الباحث أو الأبناء الطلبة المميزون أن يقرأوا حتى يستنتجوا هذه الملاحظة. وخير من وفق في هذا الموضوع هو الفيلسوف ابن رشد، ولذلك خصص كتابان اثنان لمعالجة هذا الموضوع. الكتاب الأول الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، والكتاب الثاني الذي هو مأخوذ منه النص الذي ذكره الزميل الأستاذ حكم دراسة الفلسفة، هو بعنوان فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال. وهو كما تعلمون فيلسوف، يعني يلقب بالفيلسوف الفقيه، يعني هو فقيه، ولذلك يعني استطاع أن يجدد التفكير الفلسفي في بلاد المغرب بعد أن يعني قطعت هذه النظرات الفلسفية. ولذلك كان تساؤله في هذا الكتاب ما حكم دراسة الفلسفة، ولذلك عنوان النص الموجود عندنا ليس لماذا تدرس فلسفة، وإنما يريد أن يستنتج حكم دراسة الفلسفة في الإسلام في القرآن. ولذلك يعني بالفقه عادة يعني في عندنا أحكام، يعني نقول مثلا هذا القياس لديه أحكام، ممكن يكون حرام، ممكن يكون حلال، ممكن يكون مندوب، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون واجب. ولذلك هو إذا يستخدم هذا الكلام، وبالتالي استطاع ببراعته أن يستنبط الأدلة من القرآن الكريم، يؤكد ما ذهب إليه بأن يعني الدين الصحيح يحث على التفلسف، وأن الفلسفة الجادة لا تعادي الدين. وكما ذكر الزميل فقال الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له، ويقول الحكمة والشريعة أختان توأمتان متحابتان بالغريزة والجوهر والطبع. ولذلك النص الذي ختمت به الوحدة تأكد على أن البرهان هو أساس، هو الأساس الذي يجب أن يرتكز عليه. وذلك صنف الناس إلى ثلاثة أصناف: الخطابيون، الجدليون، البرهانيون. والبرهانيون هم الذين وحدهم يحق لهم التأويل، والتأويل
كما تعلمون يعني هو يعني بحث هام جدا في الفكر العربي المعاصر، حتى يعني كثفنا في المنهاج الحديث من خلال أول درس، وكان هناك اتجاهات متعددة. إذا هذا الكلام نسوقه حتى نؤكد مكانة هذا الفيلسوف العربي العريق، الفيلسوف ابن رشد الذي سمي بالشارح، وله فعلا يعني قاعة في جامعة السوربون، وله أتباع، له مريدون، ولذلك كابن سينا له أتباع يسموا الرشديون، كما لابن سينا السينويون. إذن فيلسوفان يعني بارعان هامان أثرا في الحضارة العربية الإسلامية وكذلك الإنسانية. ننتقل الآن مع الزميلة الدكتورة سوزان للحديث عن مبحث القيمة، القيمة بداية الكتاب الثاني. بالنسبة لمبحث القيمة نبدأ بداية بمعنى بتعريف معنى القيمة. القيمة هي وهي ممكن نعتبرها مثل هي مادة لكل الوحدة، هذا التعريف هي المعيار الذي بواسطته نعد أشياء وأفعال وصفات وخصائص مرغوبة ومطلوبة بذاتها. مثال، عندما أقول السعادة، السعادة هي قيمة ولها قيمة وهي مرغوبة بذاتها، ليس من أجل هدف آخر. وأنت عزيز الطالب مثلا النجاح بالنسبة لك له قيمة كبيرة، فهو قيمة مرغوب بها ومطلوبة لذاتها. لو سمحت احكي لنا بس عن القيمة والحكم والقيمة والفعل. تمام. هي أحكام الوجود، أحكام الوجوب، هذه يعني أساسيات. تمام. العلم بداية المصطلح الذي يدرس مشكلة القيمة هو مصطلح الإكسيولوجيا. نعم. هناك علاقة بين من جميل إذا الكلام رائع، إذا الإكسيولوجيا وذلك معنى القيمة. معنى المصطلح ممكن يجي تعريف صح. أو حدد معنى المصطلح الإكسيولوجيا، ماذا تعني الإكسيولوجيا؟ نعم تفضلي. تمام. نعم. ممكن يجينا سؤال وهو كان سؤال دورة مثلا أنه ما علاقة موضوع بالدورة الأولى بأحد السنوات ما علاقة الحكم بالقيمة وبالدورة التكملية وتأجى علاقة الحكم بالفعل، فموضوع كتير مهم دراسته. ممكن ما يجي موضوع، ممكن تجي تفصيلات مثلا مصطلح ما تعريف الحكم. الحكم هو الرأي الذي نطلقه أو الموقف الذي نتخذه تجاه موضوع أو رأي أو موقف معين. مثلا ما موقفي من الكذب؟ ما موقفك مثلا من الخيانة؟ هذا الرأي أو هذا الموقف الذي تتخذه أنه خير أو شر، صادق أو كاذب، هذا ما نطلق عليه الحكم الأخلاقي. هون عزيز الطالب بدنا نميز بين الحكم المنطقي والحكم الأخلاقي. قبل شوي أخذنا نحن بمادتنا المنطق تعريف الحكم المنطقي، عرفه الأستاذ أنه تعبير أو هو التعبير اللفظي الذي يدل على فكرة معينة. أما بالأخلاق هو الرأي الذي نطلقه على هو الرأي الذي نطلقه تجاه موضوع معين. في عنا وازن، ممكن يجينا سؤال موازنة بين أحكام الوجود وأحكام الوجوب. هون إذا الطالب مثلا عمله على شكل جدول فكرة مقابل فكرة أسهل أصلا بالدراسة وبالفهم. أحكام الوجود هي التي نجدها مثلا في الأحكام العلمية التجريبية مثل الفيزياء الكيمياء اللي بتعتمد على التجربة. أما الأحكام الوجوب هي التي تعتمد على الأحكام العلوم المعيارية مثل الأخلاق مثل الجمال، بتقول لك هذا معيار، هذا خير، هذا شر، هذا جميل، هذا قبيح. أحكام الوجود توصف بالصدق والكذب. أنا لما بقول الماء H2O، ذرتين هيدروجين، ذرة أكسجين، هذا كلامي صادق. إذا حدا قال ثلاثة هيدروجين هون كلامه كاذب، لأنه أنا بعتمد على التجربة. أما بالنسبة لأحكام الوجوب لا توصف بالصدق أو الكذب. يعني مثلا إذا قلت لوحة الموناليزا جميلة، هذا رأيي، ممكن أحد آخر يقول ليست جميلة، فهو لا يوصف بالصدق أو الكذب، بالعبارات إنشائية. بالنسبة لأحكام الوجود تدرس السلوك كما أو الواقع كما هو موجود. الآن يوجد لدينا مثلا مدرسين أمامي، ودكتور والمدرس. أما أحكام الوجوب تقول يجب أن تكون دارسا، يجب أن تكون صادقا، هنا أوامر تنهى، أوامر للفعل. فهذا أهم الاختلافات هذه بين أحكام الوجود وأحكام الوجود. الفلسفة الوضعية في القرن العشرين لها رأي حول القيمة، تقول، وهون ممكن يجينا علل لماذا أحكام القيمة لا تمثل أحكاما، أحكام القيمة ليست أحكام عقلية. الجواب إذا إجانا تعليل، لأنها لا توصف بالصدق أو الكذب. هو نفس التعليل اللي مر علينا قبل شوي بالمنطق، لما مثلا يجينا عبارة صباح الخير ليست عبارة، ليست قضية، ليست حكم عقلي. الجواب لأنها لا توصف بالصدق أو الكذب، بل هي عبارات إنشائية. في عندنا تعليل ثاني، لماذا مثلا عبارة الكذب شر؟ حكم عقلي
حكم أخلاقي وليس حكم عقلي الجواب، لأنها لا توصف بالصدق أو الكذب، بل هي عبارة إشائية لا يمكن أن نبرهن عليها برهانا تجريبيا أو منطقيا. لأن أنا بالتجربة مرة بكذب وبنفض من العقوبة، فهون الكذب خير طلع بالنسبة إلي. حدا تاني كذب وتبهدل وانكشفت كذب فصار بالنسبة إله كذب شر، فلهيك منقول إنه حكم أخلاقي لا يعتمد على التجربة. آخر فكرة هون بهاي الفقرة، ممكن نذكر مثال عندما نقول لوحة الموناليزا جميلة. هذا الحكم ليس لا يعمم على الجميع، هي حكم هو حكم فردي وجداني، أنا أقول هذا ممكن غيري يقول فكرة أخرى. بالنسبة لعلاقة الحكم بالفعل، مثلا عندما اقول فعل الحكم هي فكره، انا رايي مثلا بموضوع، انا اعرف انه الخير جيد الكذب شر اعرف، ولكن المهم ان افعل ان اطبق. لذلك لا يمكن ان نفهم القيمه فقط دراسه نظريه، بل يجب ان نطبقها في الممارسه العمليه. يعني كثير طلاب بيقولوا لاهاليهم انا عم بدرس وقاعد بالغرفه ساعتين ثلاثه اربع، شو نحن بنفكر انه عم يدرس؟ بقول لك انا بعرف انه الدراسه مهمه وبعرف انه الامتحان قرب وبعرف انه لازم ادرس، بس بالحقيقه ما عم يطبق هذا الشيء. فانا ما بيهمني فقط الكلام او انك تعرف الفكره، انما يجب ان اطبقها فعلا في الممارسه العمليه. اذا اجى تعليل لان المعرفه او القيمه هي علاقه بين الذات او الوعي والموضوع. بالنسبه للمجال الجمالي، عندما أقول لوحة مثلا أو موسيقى لها قيمة فنية، هذا يتم بالحكم على جهود هذا الفنان، على إبداعه، على الإبداع الذي قام به وأبدع فيه هذه اللوحة الفنية، فهي علاقة بين الذات المتذوقة وبين القيمة هذه الفنية أو التحفة الفنية. ممكن يجينا سؤال وازن بين الجانب الفكري والجانب السلوكي للقيمة. شو يعني جانب فكري؟ أي حكم العقل على أي فكرة لإطلاق الأحكام المعيارية، إذا إجا علّن لأن وعي القيمة شرط لتحققها. الجانب السلوكي لا يكفي أن نعرف القيمة نظرياً، بل يجب أن نمارسها من الناحية العملية. ممكن يجينا تعليل هون من اللون، لأن أي إنسان هو عضو ضمن هذا المجموعة ويجب أن يطبق هذا السلوك. يوصف الإنسان أنه كائن أخلاقي. ما في قول عن الحيوان أنه عنده أخلاق أو عن النباتات أو الجمادات، فقط الكائن الذي لديه ويعرف الأخلاق هو الإنسان، هو اللي بيقدر يقول هذا خير هذا شر. السبب في ذلك يمتلك العقل. فإذا أجانا سؤال، هو سؤال دورة كمان جاي كتير، لماذا الإنسان كائن أخلاقي؟ لأنه يعترف بوجود قيم نظرية ويطبقها ويمارسها في الواقع العملي، أي ينقلها من عقله من المجرد إلى المشخص المحسوس. في أحد بيقول لنا أنه نحن كتير بنعرف الخير، في ناس بتعرف الخير بس ما بتعمله. فالسؤال، إذا إجانا سؤال لماذا هناك أشخاص يعرفون الخير ولا يفعلونه؟ لأنه لا يوجد علاقة ضرورية بين معرفة القيمة وتحقيقها. فيشترط لتحويل القيمة من فكرة إلى فعل أن يتم ممارستها بشكل حر. فالفعل القيمي ليس تلقائيا، بل يعتمد على الإرادة والعزم. هذا بالنسبة لعلاقة الحكم بالقيمة وعلاقة الحكم بالفعل. الآن هناك عدة أنواع للقيمة. مع الأستاذ ماهر لو سمحتي، القيمة كانت فلسفية، فريق الأستاذ ماهر تذكر إلى أين مطلوب منهم هذا الهدف؟ حلو. ما هو الهدف؟ أبناء الطلبة، نحن عندنا 8 وحدات، الوحدة الثامنة والوحدة السابعة مو مطلوبة، بالإضافة آخر درس بوحدة العلم اللي هو العلم والمجتمع. إذا العلم والمجتمع مو داخل، لعند أخلاقيات العلم داخل عنا، معناتها صار عندي وحدتين، الوحدة الثامنة والوحدة السابعة محذوفين، بالإضافة تحليل النص تبع وحدة العلم، وآخر درس اللي هو العلم والمجتمع. يعني هذا من باب الطرف، نحن حاذفين حتى للشرعي الوحدتين، محذوفين خالصيا. يعني هلا تساوي الشرعي مع العادي الادبي. طيب هل اذا مع القيمه كمشكله فلسفيه، بدنا نحكي هلا عن القيمه كمشكله فلسفيه. هلا مثل ما بتعرفوا انه القيمه لها علاقه بكل تفاصيل وحياه الانسان، لذلك يجب ان تدرسها علوم متعدده من جوانب مختلفه. طيب شو العلوم اللي بدها تدرس لي اياها؟ الكيمياء الفيزياء بتدرس القيم؟ لا، تدرس القيم العلوم التي تتعلق بالانسان. العلوم اللي بتتعلق بالانسان اللي هي علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاحياء. نحن بالفقره هون عندنا بدنا ناخذ، ممكن يجيني سؤال تكلم عن كيف يطل
كل من علم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة على موضوع القيمة. هلأ بنبلش نحن بعلم النفس يدرس السلوك القيمي للإنسان وكيف يمكن أن يتطور عبر الأسرة والمدرسة والمجتمع، وهو يهتم بالجانب العملي ولا يهتم بالجانب النظري. بالإضافة علم الاجتماع يدرس التعيينات الموضوعية للقيم، يعني يدرس القيم الموجودة في مجتمع، القيم الموجودة في دمشق، القيم الموجودة في حمص، القيم الموجودة في دول أخرى، بيدرس لي إياها بدون ما يوضع نظريات وأحكام، فقط يوصف القيم الموجودة. يعني يهتم كمان بالجانب العملي ولا يهتم بالجانب النظري. معناتها وين مين اللي بيدرس لي القيم من الناحية النظرية؟ هون دائما بتظهر الفلسفة في أي مجال، في أي تطور علمي، في أي ميدان تظهر الفلسفة لكي تضع لنا القواعد والمبادئ والقيم الأخلاقية النظرية، والتي تدفع وتحبز الآخرين على تطبيقها على أرض الواقع. معناتها الفلسفة. أشكرك، يا ريت نستثمر هذا الوقت، باقي 10 دقائق. آخر درس في وحدة العلم. حلو، آخر درس في وحدة العلم اللي هي عندي مجموعة من الأفكار. الفكرة الأولى هي عبارة عن الأخلاق والعلم، وإجاني سؤال دورة سابق كموضوع. سابقا كان الأخلاق مجالا منفصلا تماما عن المجال العلمي. ممكن يجيني هلأ سؤال تعليل، قال بسبب التباين في استخدام العقل في مجال العلم نظريا وفي مجال الأخلاق عمليا، ولكن الآن نحن نرى أن هناك تداخل وسيط بين العلم وبين الأخلاق. بس لكن الانتقال من الانفصال التام بين العلم والأخلاق إلى التداخل الوسيط لم يأتي دفعة واحدة، ولكن مر بعدة مراحل. طيب شو هي المرحلة؟ أول شيء لم يعد العلم هو المجال الأساسي النظري، لم يعد العلم هو المجال الأساسي النظري الذي يدرس الإنسان. أصبحت الفلسفة كانت هي التي تدرس الإنسان، أصبح هناك علوم جديدة تدرس الإنسان مثل علم النفس ومثل علم الاجتماع. الشغلة الثانية، أصبح هناك تداخل وثيق بين الأخلاق وبين العلم. أصبحت الأخلاق تتدخل في مجال العلم ومن خلال الهندسة الوراثية، وأصبح العلم يتدخل في أدق تفاصيل سلوك الإنسان. هلأ أنا وقت فرش أسناني، وقت أنا حط كمامة، وقت أنا بطلت صافح ضمن هالأزمة اللي احنا موجودين فيها، أنا عم اتبع الطريقة العلمية كسلوك يومي موجود عندي. بالإضافة صار العلم يتدخل في حل مشاكل الإنسان الأساسية. مثل شو مشاكل الإنسان الأساسية؟ مثل مسألة التلوث، مسألة أزمة الطاقة، مسألة الانفجار السكاني. كل هذه المسائل أصبح هناك إذن علاقة وثيقة تجمع العلم بالأخلاق. لم يعد مجال العلم منفصلا عن الأخلاق، ولكن هذا الانتقال من الانفصال التام للاتصال الوثيق لم يأتي دفعة واحدة ولكن عبر مراحل. هلأ بدنا ننتقل لشغلة اسمها المسؤولية الأخلاقية. ابني المسؤولية الأخلاقية ليست على عاتق شخص دون آخر، لأن المسؤولية الأخلاقية مسؤولية جماعية لا تخص فرد ولكن تخص جميع الأفراد، ولكن تتباين أخلاق مهنة عن أخلاق مهنة أخرى. في مهن معينة يجب ألا نشفي ألا ننشر أسرارها، بينما في مهن يمكن أن ننشر أسرارها. بلاط عم يبلط ممكن يقول لي شو نوع البلاط اللي بلطه لجارنا، بينما جارنا عنده حالة مرضية أنا ما بيجاوبني الدكتور إذا سألته شو المرض تبع جاري. قال هون أنا العلماء والعاملين في المجال العلمي يجب أن يتصفوا بثلاثة صفات أساسية. الصفة الأولى تقديس العلم وأعطاء الأولوية بعيدا عن أي مجال آخر. الشغلة الثانية الاحترام المتبادل بين أعضاء المجتمع العلمي الذي يجعلهم يحترمون بعضهم ويؤمنون بأن الإنجازات العلمية ليست بجهد فرد واحد ولكن بتعاون مجموعة من الأفراد، ويتقبل النقد ويقدم النصيحة لأفراد المجتمع العلمي. الفكرة الثالثة اللي مفروض أنه يلتزم فيها
العالم هو التزامه الأخلاقي نحو مجتمعه المحلي، لأن المتضرر الوحيد أو المستفيد الوحيد من أي إنجاز علمي هو المجتمع اللي نحن موجودين فيه. إذا عرفنا أن المسؤولية الأخلاقية مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فردية، ولكن العلماء يجب أن يتصفوا بثلاثة صفات. أنا كعالم ما هي المعايير؟ ممكن يجيني سؤال بأربعين درجة، أو مثل ما إجا الفقرتين مع بعضهم إجوا سابقا موضوع، أنا كعالم فتحت باب مخبري وفتت على مخبري، ما هي المعايير التي يجب أن ألتزم فيها؟ قال أولا يجب أن أختار موضوعا للبحث يتفق مع القيم والمبادئ الأخلاقية. في مجال التكنولوجيا ابن الطالب يجب الابتعاد عن اختراع شيء يمكن أن ينتهك خصوصيات الآخرين، بالإضافة يجب أن أمتنع عن القيام ببحث يؤدي إلى هدر الوقت والجهد والمال. مادة معينة أنا بشتريها بألف ليرة، إذا بدي أبحث وبدي صنع بدها تكلفني مئة ألف ليرة، لا أنا ما بعذب حالي وبساويها. بدي أقدم رسالة ماجستير أو دكتوراه، في عشرين واحد مقدمة قبلي، ما رح ضيف شيء البحث تبعي، قال بمتنع عن هذا وببحث في شغلة تانية. بالإضافة قال يجب أن أحافظ على البيئة على الطبيعة. شوفوا العلماء مو بس بيهتموا بالإنسان، بنهتم بالبيئة اللي نحن عايشين فيها، بنهتم وخصوصا الحيوانات والنباتات النادرة. بالإضافة يجب أن أقوم بموازنة بين سلبيات بحثي وإيجابياته. إذا كانت السلبيات أكثر من الإيجابيات يجب أن أمتنع عن هذا البحث. ضاربين لك مثال توليد الطاقة الكهربائية عن طريق المفاعلات النووية، المخلفات هالمنتجات تعطي أضرار أكثر من طاقة كمية الكهرباء والمستفادة منها. قال إذا كان بالإمكان توليد الطاقة الكهربائية من مصادر نظيفة اللي هي الشمس اللي هي المياه اللي هي الرياح، يجب أن أمتنع عن المفاعلات النووية. بالإضافة قال أنا كإنسان يجب أن استخدم أدوات، هذه الأدوات لا تنتهك خصوصية وكرامة الإنسان. في مجال البيولوجيا يجب ألا أجري عملية ممكن أن تضر حياة الإنسان. آخر فكرة بده يلتزم فيها، قال يجب عدم فرض رقابة على العلماء إلا الرقابة الذاتية أو رقابة الضمير، وجاي سؤال دورة سابق، قال لأن فرض رقابة على العلماء ممكن أنه يشتت انتباههم، حاطط كاميرا أنا بالصف، حاطط كاميرا بالمعمل، ممكن يشتت انتباههم، ممكن يمنعهم من البحث العلمي، ممكن يجعلهم أنهم يهجروا أوطانهم. معناته صار عندي مجموعة من الأشياء يجب الالتزام فيها، هدلون معايير علمية يجب الالتزام فيها. هلا في عندي فكرة تانية هي الشخصية الموضوعية للعالم. أنا كعالم عندي جانبين، جانب ذاتي اللي هي إلي عواطف إلي مشاعر ورمضان وأنا جوعان مثلي مثلكم، قال هي موجودة لدى كل الناس، بينما في عندي شغلات بتتعلق بالعالم نفسه داخل مختبره بقول عنها هي خصائص موضوعية. بعض التمثيليات والمسلسلات والأساطير ضخمت الجانب الموضوعي على الجانب الذاتي، بس نحن اللي يجب أن نقول يجب فصل الجانب الموضوعي عن الجانب الذاتي. طيب شو هي الصفات الموضوعية للشخصية العلمية؟ الحياد، النزاهة، الروح النقدية، التواضع. شو بقصد الحياد؟ أن أقف ببعد واحد عن أطراف الخلاف أو النزاع العلمي. إذا أعلنت تحيزي لطرف من الأطراف يجب أن يكون من أجل إحقاق الحقائق العلمية. اثنين، النزاهة. النزاهة قريبة بشغل اسمها الموضوعية، يعني الابتعاد عن العواطف والمشاعر. كيف تظهر نزاهة العالم؟ في الأمانة العلمية، عدم نسب شيء لم يقم به لنفسه إذا كان ما أخده من غيره، مثل رسالات الدكتوراه ورسالات الماجستير، لأن الملكية الفكرية مصونة مثل الملكية المادية، لا يجوز لأحد أنه يتجاوزها. بالإضافة في عندي شغلة اسمها يجب ألا يستغل رغبات وحاجات الآخرين من أجل الحصول على مكاسب. بالإضافة قال يجب أن يكون عمله منزها عن الربح المادي. صحيح أنا محتاج ماديا، ولكن المعرفة والعلم والبحث والنتائج العلمية لها مرتبة أولى. بنيجي لشغلة اسمها الروح النقدية. أنا كعالم يجب أن أتصف بحس نقدي، أنقد نفسي
ولا أقع بالأفكار الغير مبرهنة أو الخرافية أو الأسطورية، بالإضافة أتقبل نقد الآخرين وأنقد الآخرين من أجل إتقان العمل. وآخر صفة، وهي صفة دائما للعلماء، هي التواضع. ما يتميز به العالم عن بقية الأفراد هي كمية المعلومات. أنت يا نرد اللي قاعد بالزاوية، المعلومات الكبيرة الموجودة عندك لازم ما تتكبر على زملائك، لازم تقيس نفسك مو بهالمعلومات الكبيرة لأنه بتزيدك غرور. يجب أن تقيس نفسك بالمعلومات الكثيرة التي لم تمتلكها بعد، وبالتالي نزداد تواضعا. حياك الله زميلنا العزيز الأستاذ مانو في هذا الدرس الأخير في مطلوب بهذا وحدة العلم. حاولنا قدر المستطاع من أي طلبة يعني مراجعة سريعة، يعني مثلا استعرضنا بوحدة الإنسان المواطنة عند روسو، استعرضنا بالمعرفة طبيعة المعرفة، واستعرضنا بشيء مفصل وحدة المنطق، واستعرضنا الفلسفة العربية الإسلامية، ومررنا مرورا سريعا على وحدة القيم، وختمنا مع الزميل الأستاذ ماهر بدرس العلم والصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم. وإلى هنا نكون قد يعني استعرضنا خطوات سريعة لمن أراد أن يمشي معنا حتى ينال النجاح. في عندنا سؤال، ما في جلسة للجزء الأول للمنهاج الحديث؟ استعرضنا هذه الجلسة الشهر الماضي، بإمكانك الرجوع إلى المنصة، وبالتالي يعني المنهاج يعني كامل مصور جاهز بأعلى تقنية، بأساتذة متميزون كالأستاذ ماهر الدكتور سجان، بارعون مع طلاب. حتى في الفصل الأول كان في عندنا جلستين، يعني إذا بإمكانك الرجوع إلى برنامج المنصة وتنال المطلوب. في عندنا كان سؤال شرح درس خطوات المعرفة العلمية مع حل الأنشطة، هذا بالمنهاج الحديث أيضا. إذا استعرضت يعني إذا استعرضت الجزء الأول يعني تفي المطلوب. في نهاية هذه الجلسة لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر العميم والجزيل للزميل الأستاذ ماهر صالح على إثرائه هذه الندوة، ومشاركة الدكتورة المتميزة المتألقة الدكتورة سوزان، وكل المحبة والنجاح لأبنائنا الطلبة. في ختام نتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة المنصة التربوية السورية، وإلى مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، والشكر موصول إلى وزارة التربية على مناهجها المطورة التي انتقلت بموجبها من التعليم إلى التعلم. وإلى أن نلتقي في ندوات قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.